بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستكمل مسيرتنا مع كتاب الترغيب والترهيب وفصل الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه، من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ما لا يفعله. وقد بدأنا بالفعل في هذا الفصل الدرس الماضي وتوقفنا مع الحديث الأول. قال الإمام المنذري رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقد انتهينا في هذا الحديث في اللقاء الماضي مع الدعوتين الأوليين، وهما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وقد ذكرنا أسباب استقامة القلب وخشوعه باختصار على أن يكون لهذه الأسباب تفصيل بإذن الله تعالى في دروس الأربعاء بمسجد الرحمة. الدعوة الثالثة أو الأمر الثالث الذي كان يتعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ومن نفس لا تشبع. نقول: النفس التي لا تشبع وتديم التطلع للمزيد تشقي صاحبها. النفس التي لا تشبع وتديم التطلع للمزيد تشقي صاحبها، يظل في عنة دوما بسبب عدم رضاه بما قسم له، يظل في عنة الطلب إلى ما لا نهاية، ولا يسد حاجته إلا التراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك من قبل بالتفصيل: لو كان أو لو أن لابن آدم واديا لأحب أو تمنى أن يكون له واديان أو يكون اثنان، ولو كان له واديان لتمنى لهما ثالثا، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لا يملأ فاه إلا تراب القبر، أي لما يموت ويمتلئ جوفه من تراب القبر، فحينها يكف عن السؤال، وحينها يكف عن الطلب. ولو تأملت في قول النبي صلى الله عليه وسلم واديا من ذهب لرأيت عظم ما حصل عليه وحصله هذا الإنسان، ومع ذلك ما شبع. واد من ذهب، يعني تأمل، الوادي هو المكان الفسيح بين جبلين، تخيل كم يكون مقدار الذهب الذي حصله هذا الإنسان، واد من ذهب. فهل شبع؟ هل قنع؟ كلا، وإنما يتمنى أن يكون لهذا الواد آخر، من أن يكون له واديان. فإذا حصل الثاني هل يشبع؟ هل يقنع؟ كلا، وإنما يطمع أن يكون لهما ثالثا، ولا يسد فاه إلا التراب، لا ينقطع من هذا الطلب وهذا البحث وهذا العناء إلا بالموت، بخلاف المؤمن القانع الذي يرضى بما قسم الله عز وجل له. ولذلك أنت تردد صباح مساء: رضيت بالله ربا، فمن مقتضيات ذلك أن ترضى بما قسم الله لك، لأن الرب من معانيها المدبر الذي يدبر أمر الكون، يقسم الأرزاق بين العباد من الأموال والأولاد والصحة والجاه والمنزلة إلى غير ذلك، كل هذه أرزاق والله هو الذي يقسمها. انظر مثلا لمعالجة القرآن لهذه القضية في قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر.
هو سبحانه وتعالى ليس بخيلا، تعالى الله عن ذلك، وبعض العباد يبخلونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل قادر على أن يغني الخلق جميعا، ولكن هذا يتنافى مع حكمته سبحانه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. انظر للتعبير القرآني، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، هذا مقتضى حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. بل يحجب الدنيا عن عبده المؤمن لأنها ستضره إن دخلت عليه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحجب الدنيا عن عبده المؤمن وهو يحبه. يبقى مش معنى التقليل أو التقتير إن هو بإيه؟ إن هو بيحبهوش، إن هو يكرهه ويبغضه، لا ويبغضه، لا. إن الله لا يحجب الدنيا عن عبده المؤمن وهو يحبه، كما تحجبون الطعام عن مريضكم. إنسان المريض تمنع عنه بعض الأطعمة أو يمنع عنه الطعام كلية، هذا لمصلحته. فالله سبحانه وتعالى يحجب الدنيا عن عبده المؤمن وهو يحبه، كما تحجبون الطعام عن مريضكم. إذن فالذي يريد أن يطعم المريض بالقوة مثلا، والذي يقول كيف يعيش على العصائر مثلا، لا أنا أريد أن أطعمه اللحم وكذا وكذا، هذا في الواقع يضره ولا يستفيد المريض من ذلك. فكذلك أنت من العباد من لا يصلحه إلا الفقر، ومن العباد من لا يصلحه إلا الغنى. فأنت عبد ولست ربا، فارض بما قسم الله لك تعش سعيدا. ارض بما قسم الله لك، وليس يعني ذلك ترك الأسباب، وليس يعني ذلك التواكل، وليس يعني ذلك الكسل والعجز، لا، بل الاجتهاد في السبب وبذل السبب والمشي في مناكب الأرض، فامشوا في مناكبها، والسعي والطلب. ولكن ما أتاك فاقنع به وارض به، ولا تتطلع إلى ما عند غيرك، ولا تحسد غيرك على ما آتاه الله سبحانه وتعالى. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لذلك أقول من أسباب الشقاء عدم الرضا بما أعطي العبد، تجده دوما يظل يطلب المزيد. وهذا ليس في المال فحسب، في الجاه، في المنزلة، في المنصب، في النساء. الذي يتزوج مثلا ويظل ينظر إلى الحرام، يقول لك أنا أريد زوجة ثانية، فيتزوج الثانية ويظل أيضا ينظر إلى الحرام، لأنه لم يطلب الغنى من بابه الحقيقي من الله سبحانه وتعالى، وإنما طلب الغنى بالسبب، وعلى السبب توكل، فوكل إلى السبب فلم تحصل له النتيجة. ولو توكل على الله عز وجل حق توكله وأخذ بالسبب من تحصيل الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى لكفاه الله عز وجل بواحدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حض الشباب على الزواج قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أغض هذه كما نعلم أفعل تفضيل، يعني أكثر غضا. إذن فهو قبل أن يتزوج يغض أم يتطلع للنساء؟ تمعي ولا؟ قبل أن يتزوج يغض، فيكون الزواج إيه؟ أغض. أغض يعينه أكثر على غض البصر، لأنه قضى حاجته فيما أحل الله سبحانه وتعالى. أما من كان قبل الزواج لا يغض، فسيظل بعد الزواج في الغالب إيه؟ ولن يكتفي. لذلك الرضا بما قسم الله عز وجل يعينك على غض البصر، لأن القلب يكف شهوته، لأن القلب يكف شهوته. وهناك ترابط بين غض البصر وكف القلب لشهوته، فمن غض بصره كف الله عز وجل شهوته وأعانه على شهوته. لذلك بعضهم ربما يظل معذبا طيلة حياته وطيلة عمره. ليه؟ لأنه غير راض، هو يرى أنه يستحق زوجة أحسن من التي تزوجها، هو يرى أنها مثلا فيها كذا وكذا من العيوب، هو يرى ويظل يرى. خليك ورى الرؤية دي ستعيش معذبة. بخلاف هذا الشخص لو قنع ورضى، رضي بما قسم الله سبحانه وتعالى، وبحث عن مواطن الخير في هذه المرأة فأحبها فعلا من قلبه، أو على الأقل يعني أخذ بأسباب حبها، لا رزقه الله عز وجل الرضا والغنى.
ولا مانع إن تيسر له بعد ذلك إن أراد أن يتزوج فليتزوج، ولكن هو سبب فقط وليس هو الذي يحصل به الخير الذي يريده العبد، لأن هذه كلها أسباب جعلها الله عز وجل قد تأتي بالنتيجة وقد لا تأتي، والأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما الأمر الرابع الذي كان يتعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ومن دعوة لا يستجاب لها. لماذا لا يستجاب الدعاء؟ لا يستجاب الدعاء لأكل الحرام، لا يستجاب الدعاء لأكل الحرام. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أو غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لذلك الذي يأكل الحرام يسد على نفسه باب الإجابة والعياذ بالله، الذي يأكل الحرام يسد على نفسه باب البركة، فتجده وإن كان ماله كثيرا فهو قليل وهو إلى قلة وهو إلى قل دوما، لأنه ما أخذ السبب الشرعي في تحصيل الرزق، هو يظن أن الاستكثار من المال من حرام يجعله غنيا، ولا والله، الله عز وجل حكيم في خلقه وفي قدره وفي شرعه سبحانه وتعالى، فليس الأمر كما تظن، وإنما اطلب الحلال والله عز وجل يغنيك به ويكفيك به. ولربما الذي يعمل في عمل حرام فيكسب الحرام ويأكل الحرام، نقول له لو عملت في عمل حلال لأتاك الرزق الحرام ولكن من طريق الحلال. مثلا إنسان يعمل في سقاية الخمر مثلا في بار مثلا مرتبه في الشهر كذا وكذا، نقول له اترك الحرام، فيقول هات لي عملا، أقول لك الله عز وجل هو القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فهذا مترتب على هذا، إن اتقيت جعل لك المخرج، فكيف تطلب أنت المخرج بغير أن تتقي؟ تفهمون؟ يبقى الأول إيه؟ تتقي، ومن مقتضيات التقوى مستلزماتها أن أنت تترك الإيه؟ الحرام، تترك المعصية وهو الذي يجعل لك المخرج، فكيف تطلب أنت المخرج بغير التقوى؟ لذلك أقول هذا المرتب، هذا الراتب الذي تأخذه من الحرام، لو تركت الحرام وعملت الحلال يأتيك نفس الرزق بإذن الله، لأن الرزق مكتوب ومقدر، ولو أن ابن آدم فر من الرزق لتبعه الرزق كما يتبعه الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق يتبع العبد أشد من الموت، إن الرزق يتبع العبد أشد من الموت، فكيف تهرب من رزقك؟ كما أنه لا أحد يهرب من الموت فكذلك لن تهرب من الرزق، إذن فاطلب الرزق وأنت مطمئن وقلبك مستغن بالله عز وجل، ممتلئ توكلا ويقينا فيما عنده سبحانه وتعالى. لماذا لا يستجاب الدعاء؟ لا يستجاب الدعاء لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يستجاب الدعاء، ركز بقى، لا يستجاب الدعاء سبب آخر ليه؟ لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. لماذا؟ لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قصروا في ذلك، ولذلك ولعدم استجابة الدعاء أسباب أخرى لعلها تأتي معنا عندما نتكلم عن باب أو الكتاب الخاص بالدعوات في كتاب الترغيب والترهيب. قال الإمام المنذري رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. ما الشاهد في الحديث إخواني؟ ما الشاهد في الحديث؟ لماذا ذكر هذا الحديث تحت هذا العنوان؟ أيوة، هو الترجمة اللي عندنا، العنوان اللي عندنا هي الترهيب من أن يعلم ولا إيه؟ ولا يعمل. طب أنا عايزك تركز معايا عشان تفهم، لأن الحديث ده
يسبب إشكالا لبعض الناس لما يسمع الحديث ده ويقول لك بقى ده اللي كان بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإيه ها؟ ويدخل النار ويعذب. لا يبقى احنا لا نأمر ولا ننهى حتى لا ايه فاهمين ولا ايه؟ مش دي شبهة موجودة عند كتير من الإخوة يقول لك بقى ده اللي كان بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتعذب كمان في النار اما لا بلاش احسن بقى صح ها؟ شفت بقى الخطورة. اربط بين الحديث وبين الترجمة اللي ذكرها الإمام المنذري وبيرهب عايز يرهبنا من ان انت تبقى عارف الحاجة او عالم بيها وما ايه وبتعملش. مش بيقول لك انت هتتعذب عشان بتؤمر يبقى العذاب هنا كان ايه سببه؟ الامر بالمعروف ولا عدم العمل بالمعروف؟ فهمتوها؟ عشان كده الحديث ده زي ما قلت لك كقول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أدي اثنين يبقى الحديث والآية أدي اثنين. ثلاثة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. شوف بقى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر عظمة أمر عظيم مستشنع. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك بعض الناس يقول إحنا ما بنقومش باللي إحنا بنأمر به وبنعملش بالمعروف اللي إحنا بنأمر به وبالتالي هنتعذب في النار يبقى بلاش نأمر أحسن. ماشي كده؟ الشبهة دي ترد عليها إزاي؟ أنا رديت من وجه. حد ممكن يرد ثاني على الشبهة دي؟ تاني كده يعني هو مش مصر على المعصيه يعني قصدك هو بيقع في المعصيه بدون اصرار يؤمر غيره يعني ولا ما يؤمرش؟ طب والمصر ما يؤمرش على كلامك يعني قصدك كده؟ لو هو مصر ما ينفعش يؤمر؟ لا ما ينفعش. طيب ها اتفضل. بالنسبه للي عنده علم المفروض يؤمر بيه على اساس ان ممكن ان هو يؤمر بيه حتى لو ما جابش بيه المفروض ممكن ايه جميل بس هو بيقول لك انا خايف اتعمل فيا كده في النار طالما ما عملتش المعروف ده. اتفضل. كويس ماشي رد كويس. اتفضل علي صوتك. خير لك. جميل بس هو خايف من ان هو يتعذب. اتفضل. تمام جزاك الله خير. اتفضل. طب هقول لكم الرد على هذه الشبهه من اربعه اوجه. الوجه الاول ان سبب الذم هو ترك المعروف وليس الامر بالمعروف. ترك المعروف وليس الأمر بالمعروف. الإخوة اللي تقدر تجيب الكتاب هاتوا الكتاب معاك وتعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع مؤثر في نفسي جدا لما كان النصارى عمالين يجيبوا في أوتوبيسات ويحملوا في حتى في المكسحين عشان يروحوا ويقولوا لا. يعني الناس بتتحرك وبتشتغل ومبدأ ودين وعقيدة وإن كان باطل. فأنت كمسلم اجتهد في تحصيل الخير، اهتم بدينك، اهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندك حرص كده وحب اللي انت تتعلم حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تكتب معنى، تكتب فايدة، اكتب شرح وتشرحه لحد، وهكذا الأمة مش هتبعث يا جماعة ولا تتغير إلا بهذه الطريقة إن شاء الله. يبقى أول وجه سبب الذم هو ترك المعروف وليس الأمر بالمعروف. اثنين ترك أحد الواجبين ليس مبررا لترك الواجب الثاني. ترك أحد الواجبين ليس مبررا لترك الواجب الثاني. ثلاثة الأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب. الأخذ بهذا القول بالشبهة دي يعني يؤدي إلى تعطيل الاحتساب. الاحتساب اللي هو إيه؟ اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو نفس المعنى. القول أو الأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب. أربعة عدم جدوى احتساب غير الكامل ليس بأمر دائم. عدم جدوى
احتساب غير الكامل ليس بأمر دائم. عدم جدوى احتساب غير الكامل ليس بأمر دائم. تعالوا كده نشرح الأربع أوجه دول، وبرضو أنت اكتب ورايا الشرح بتاع. قلنا الرد الأول إيه؟ أن سبب الذم ترك المعروف وليس الأمر بالإيه؟ بالمعروف. ونروح قايلين هناك واجبان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده الواجب الأول. اكتب يا ابني، هناك واجبان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اثنين، فعل المعروف وإيه؟ وترك المنكر. هناك واجبان، أنت عليك واجبين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي أنت تأمر وتنهى. تاني واجب أن أنت إيه؟ تعمل بالمعروف وتترك الإيه؟ المنكر. ماشي كده؟ طيب أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، يبقى كده أديت إيه؟ واجب. عملت المعروف وتركت المنكر، يبقى كده أديت الإيه؟ الواجب الثاني. طب أنت أمرت ونهيت، يبقى كده واجب. ما عملتش، يبقى قصرت في الواجب الثاني. صاحبنا بقى اللي بيقول الشبهة مش عايز يؤمر وينهى ومش عايز يعمل، يبقى ترك الإيه؟ يبقى عذابه هيبقى إيه؟ يبقى إذا كان ده اللي بيؤمر بالمعروف ويأتيهوش وبينهى عن المنكر ويأتيه بيتعمل فيه كده، إما اللي ما أمرش أصلا، فهمتوها؟ يبقى إيه؟ أدل وإيه زي ما يقولوا؟ هنقول بقى هناك واجبان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اتنين، فعل المعروف وترك المنكر. وأضرب لك مثال كما يقال بالمثال يتضح المقال. طالب نجح في مادة التفسير ورسب في مادة الحديث، فواحد بيلومه يقول له أنت ليه نجحت في مادة التفسير؟ مش فاهمين. ها؟ ما هو ده نفس الكلام اللي أنت بتقول، وتقول لي إزاي أنا مش عامر معه، عشان لو أمرت بمعروف ما عملهوش هتعذب. هو نجح في مادة التفسير وسقط في مادة الحديث، لما أنت عايز تلومه تقول له إيه؟ أنت ليه سقطت في مادة الحديث؟ ولا تقول له أنت ليه نجحت في مادة التفسير؟ يبقى تسأله سقطت ليه؟ اكتب المثال. طالب نجح في مادة التفسير ورسب في مادة الحديث، هل يعقل توجيه اللوم بسبب النجاح في مادة التفسير؟ كلا، إنما يلام بسبب رسوبه في مادة الحديث. إنما يلام بسبب رسوبه في مادة الحديث. نقول طالب نجح في مادة التفسير، أنت ممكن تكتبه بالمعنى كده، ورسب في مادة الحديث. هل يعقل؟ يعني مش لازم تقول طالب نجح في مادة التفسير، نجح في التفسير كده يعني، انت خلص معايا بسرعة. نجح في مادة التفسير ورسب في مادة الحديث، هل يعقل توجيه اللوم بسبب النجاح في مادة التفسير؟ نقول إنما يلام بسبب رسوبه في مادة الحديث. يبقى النصوص اللي بيحتج بها أصحاب الشبهة ما فيهاش الذم بسبب القيام بالواجب اللي هو الأمر بالإيه؟ بالمعروف أو الإيه؟ أو نهي منكر. إما للذم بسبب إيه؟ ترك القيام بالواجب الثاني. إحنا قلنا هناك واجبان، صح؟ النصوص التي احتج بها أصحاب هذه الشبهة ليس فيها ذم بسبب القيام بالواجب الأول، وإنما الذم بسبب ترك القيام بالواجب الثاني. لم ينكر فيها بسبب أمر الناس بالبر ونهيهم عن الإيه؟ عن المنكر والتلفظ بالقول الطيب، وإنما الإنكار بسبب نسيان النفس وترك المعروف وارتكاب الإيه؟ ارتكاب الذنب، ارتكاب المنكر يعني. طب الكلام بتاعك ده إيه دليله؟ أقول لك المفسرين، صرح كثير من المفسرين رحمهم الله بأن التوبيخ في تلك النصوص بسبب ترك المعروف وليس بسبب الأمر بالمعروف. النصوص التوبيخ الذي جاء في هذه النصوص إنما هو بسبب ترك المعروف وليس بسبب الأمر بالمعروف. قال القرطبي في تفسير هذه الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال اعلم وفقك الله أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر. اعلم وفقك الله أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر. كتبتها؟ اعلم وفقك الله أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر. وقال ابن كثير رحمه الله وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له.
وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له. دي الوجه الأول للرد. الوجه الثاني عندكم كتبتوا إيه؟ إن ترك أحد الواجبين ليس مبررا لإيه؟ لترك الواجب الثاني، وهذا أمر واضح ندركه في كثير من الأمور. وأقول لك عليه مثال برضو تكتبه، واحد بيصلي وما بيصومش، يبقى تركه للصوم مبرر أنه يترك الصلاة؟ ما هي نفسها يحافظ على الصلوات ولا يصوم. هل نقول لمن يحافظ على الصلوات ولا يصوم أن تركه الصوم مبرر لتركه الصلوات؟ هل نقول لمن يحافظ على الصلوات ولا يصوم أن تركه الصوم مبرر لتركه الصلوات؟ لا. وده حال بعض الشباب لما يقع في معصية يقوم يفتح بقى لنفسه، خلاص يقول لك ما هيش نفع طينت، هتبالك يعني مثلا نام عن صلاة الفجر، صحي على مثلا على الساعة 7 كده فتح عينيه لقى ايه الشمس طلعت، قال لك يعني راحت خلاص بقى نام بقى طايه، فلما راحت كمل للظهر. لا ما ينفعش، ده انت كده الامر اشد، لان انت قد تعذر وانت نائم طالما اخذت بالسبب، ضغطت المنبه قلت لحد يصحيك ورغم كده ما قمتش يبقى معذور معذور اخد بالك، لان انت اخذت بالسبب. لكن لما صحيت بقى هتبقى مرتكب كبيرة أشد من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس والسرقة، تأخير الإيه؟ الصلاة عن وقتها. يبقى أنت يلزمك تقوم مباشرة. وابن الجوزي سبحان الله الصيود بتاعته دي جميلة أوي، صيد الخاطر بتاعه أشار لهذا المعنى، اللي هو إنسان يسير في الطريق فزلقت رجله، بص كده فلقى نفسه تعاص في حتة كده تعاص، فقال لك خلاص طالما تعاص بقى إيه لما أكمل بقى، يقوم ينزل بقى إيه يلغوص بقى جسم بنطلونه كله، يقول لك طالما حته عاصت يبقى نكمل الايه، ينفع؟ طب ما نفس المعنى، مش عشان انت بصيت بص حرام تروح متكلم كلمه حرام، تروح لامس مش عارف تروح عام. لا ده ذنب يمحى بالاستغفار والتوبه. وخلي بالك لان السيئه بتجيب سيئه كما ان الحسنه تجر الايه الحسنه. فنفس المعنى انسان يحافظ على الصلوات ويترك الصوم، هل نقول له ان ترك الصوم مبرر ترك الصلاه؟ ليس الامر كذلك. يقول الإمام أبو بكر الجصاص: وجب ألا يختلف في لزومه البر والفاجر. يعني لزوم الأمر بالمعروف ده على الإنسان اللي هو البر وعلى الفاجر كمان، ولذلك قيل حق على أهل الكؤوس أن يتناصحوا، بيشربوا خمرة ها واجب عليهم أن يتناصحوا، يقول له اتق الله، يقول له اترك الخمر، يقول له يتناصح، مش استهزاء لا، وإنما لأن هذا واجب عليهم، ولعل الله عز وجل يتوب بسبب ذلك، ولعل المنكر يذهب بسبب ذلك. قال: وجب ألا يختلف في لزومه البر والفاجر، يعني على البر والفاجر، لأن ترك الإنسان لبعض الفروض، اكتب دي، لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فرضا غيره، لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فرضا غيره. ترك فرض ده يخليه بقى يترك التاني؟ لا، ده حاجة وده حاجة. ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات؟ فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المنكر أو المناكير، فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه. يبقى هو بيقول لك أنا إزاي أأمر بالمعروف وأنا ما بعملهوش؟ نقول له أنت مقصر هنا في الإيه؟ ما تسرحش، قلت لك وركز معايا، أنت مقصر هنا في إيه؟ في العمل، ماشي؟ ده فرض واجب عليك اللي انت تعمل، فرض ثاني اللي انت تؤمر، تقصيرك في الفرض ده يخليك تترك الفرض ده؟ لا، لو قصرت في فرض هات الايه؟ هات الثاني. وبين النووي رحمه الله هذا المعنى باسلوب اخر فقال: قال العلماء: ولا يشترط في الامر ما انا بقول بالراحه اهو ما تكتب، ولا يشترط، ان هو بيبص كده يشوف الكلمه حلوه ولا لا حلوه، ايه ده؟ ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال. يعني كامل الحال تارك للمعاصي كلها وفاعل للطاعات كلها. ولا يشترط في انكذابك، ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه.
ما يشترطش فيه أنه يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. يبقى عليه الأمر حتى لو عنده خلل فيما يأمر به، وعليه النهي وإن كان هو متلبس فعلا ووائع فيما ينهى عنه. قال فإنه يجب عليه شيئان، فإنه يجب عليه شيئان، أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وإيه؟ قول معايا، حسسني اللي أنت صاحي ما متش ولا ما نمتش. أن يأمر نفسه وينهاها وأن يأمر غيره وإيه؟ يبقى دول واجبين، ده واجب وده واجب. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ يبقى هو لما أخل بواحد ده هيبقى مسوغ أنه يخل بالتاني؟ لا. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ ماشي كده. الرد الثالث، الرد الثالث على الشبهة دي، أن الأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب. الأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب. يعني إيه؟ يعني لو اشترطنا للآمر والناهي أن يكون فاعلا لكل ما أمر به مجتنبا كل ما نهي عنه لن نجد من يقوم بإيه؟ بالاحتساب. لو اشترطنا للآمر والناهي أن يكون فاعلا لكل ما أمر به مجتنبا لكل ما نهي عنه لن نجد من يقوم بالاحتساب، وبالتالي يعطل هذا الواجب العظيم. هتلاقي ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيه؟ اتعطل. ليه؟ لأن أنت عندك خلل وأنا عندي خلل وده عنده خلل، كلنا عندنا إيه؟ خلاص بقى لما نكمل نبقى إيه؟ راحت خلاص. شفت بقى الخلل؟ لو اشترطنا للآمر والناهي أن يكون فاعلا لكل ما أمر به مجتنبا كل ما نهي عنه لن نجد من يقوم بالاحتساب، وبهذا يتعطل هذا الواجب العظيم. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء مما أمر، حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، يعني لو الواحد مش هيأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. لو احنا اشترطنا هذا الشرط يعني ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. الإمام مالك يعلق على ما قال سعيد بن جبير، قال الإمام مالك تعليقا على ذلك: وصدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ يعني ليس فيه شيء تقصير يعني، ها؟ ومن ذا وصدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ وقال الحسن لمطرف ابن عبد الله، ركز معاي، قال الحسن لمطرف ابن عبد الله: عظ أصحابك، يعني اديهم دروس وعلمهم وكذا. فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل، إني أخاف أن أقول ما لا إيه؟ ما لا أفعل. قال: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ قال: يرحمك الله، وأينا يفعل. طبعا ده مش تهاون، ده هو عايز يقول له نحن نجتهد أن نفعل ما نقول، لكن ربما أحيانا نقول شيء ولا نستطيع، أو يعني نكسل عن إيه؟ عن فعله. فقال له: عظ أصحابك. الحسن قال لمطرف: عظ أصحابك. قال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ شوف بقى الحتة اللي جاية دي. قال: يود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، يود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. الشيطان نفسه في دي منك، يقولك أنت بتدخن وصاحبك بيدخن، يبقى ما ينفعش إيه؟ تأمره بالمعروف. والمرأة متبرجة وصاحبتها إيه؟ متبرجة، ما ينفعش تأمرها بالإيه؟ بالحجاب. وبعدين طب يا اختي بص لنفسك، يعني انت بتقولي لي تحجبي، ما انت ايه؟ لا اموري بقى، هتقولي كده اقول لها جزاك الله خيرا، انت كده بتامريني بالمعروف. خلاص مش لازم الانتصار للنفس بقى ومناخيرك تحمر وده، لا مش لازم، اخد بالك، امر بالمعروف ولو كنت متكاسلا عنه، وانهى عن المنكر وان كنت واقعا فيه. وقال الطبري رحمه الله: واما من قال لا يامر بالمعروف الا من ليست فيه وصمه، وصمه يعني ايه؟ يعني
التقصير يعني. وأما من قال لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة فإن أراد أن الأولى فإن أراد أنه الأولى فجيد. يا سلام على الكلام. يقول لك لو هو أراد أن الأولى والأفضل والأكمل إن أنت اللي بتقوله تعمل بيه يبقى ده كلام إيه مية مية صح جاي. فإن أراد أنه الأولى فجيد وإلا فسيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره وإلا فيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره. حولها تاني. قال الإمام الطبري رحمه الله وأما من قال لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة اللي يقول لك ما يأمرش بالمعروف إلا ما يكون إنسان كامل ما فيهوش أخطاء بيقول إيه بقى فإن أراد أنه الأولى فجيد. لو أراد أن الأولى أن الإنسان خد بالك ما يكونش فيه الأخطاء ويأمر يبقى تيش. فإن أراد أنه الأولى فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره. معنى كلامه وإلا فيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره. اللي فاتوا حاجة ينقل من اللي جنبه مش لازم كل حاجة. يعني دلوقتي عندنا واحد ما بيصليش واثنين حاضرين معاه ماشي كده واجب عليهم انه ايه ينصحوه ويأمروه. واحد منهم بيصلي والتانية بيصليش زيه مين الاولى بقى انه يتكلم اللي بيصلي ده معنى كلام الطبري. ليه لانه هيأمر بحاجة هو فعلا بايه خدت بالك. عشان كده بقولك ايه فإن أراد أنه الأولى فجيد يبقى الأولى أنه هو اللي يؤمر لأنه هو بيعمل بالحاجة اللي هيؤمر بيها. طب الاثنين ما بيصلوش المعروف مطلوب ها؟ قال فيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره. أو مثلا كان هو بس اللي بيصليش ومع اللي بيصليش يبقى يلزم أنه إيه أن ينصحه أنه يؤمره. الرابعة الوجه الرابع للرد عدم جدوى احتساب غير الكامل ليس بأمر دائم. يعني ايه عدم جدوى احتساب غير الكامل ليس بأمر دائم؟ يعني عايز يقول لك حمك الله ان الانسان اللي بيأمر بالمعروف ده لما يكون هو صورة للي بيقوله بيبقى الاستجابة ايه سريعة وقوية وكاملة. طب لو هو بيأمر بالمعروف وما بيعملهوش ممكن ناس فعلا تعمل وممكن ناس تنقضه. قول شوف الشيخ اللي بيقول لنا ما تقعدوش على القهوه وقاعد. شوف الشيخ اللي بيقول هتجيبوا للنساء وهو مراته ايه شوف صح. وفي ناس ثانيه يقول والله جزاك الله خير يعمل ما يعملش احنا لينا الايه الكلام الحلو ومش ممكن ولا صح. يبقى الشبهه دي معناها ان واحد يقول لك اللي الانسان اللي هو اللي عنده نقص وعنده خلل ده لما يامر بالمعروف عن المنكر مش هيبقى فيه جدوى لكلامه. نقول له والله الكلام ده مش على طول. إيه دي الايه الرابعه عدم جدوى احتساب غير الكامل ليس بأمر دائم. ونروح قايلين فيها ايه لا شك ان دعوة الكامل اشد وقعا في النفوس واكثر استجابة من دعوة غير الملتزم. دعوة الكامل اشد وقعا في النفوس واكثر استجابة من دعوة غير الملتزم. ولكن القول بان دعوة غير الكامل او غير الملتزم يعني عديمة الجدوى دائما غير صحيح. القول بان دعوة غير الكامل أو احتساب غير الكامل عديم الجدوى دائما غير صحيح. اللي يقول إن الإنسان اللي هو عنده منكر وعنده تقصير في المعروف لو أمر بالمعروف نعم منكر هيبقى الكلام بتاعه ملوش استجابة على طول نقول له لا الكلام ده مش إيه إيه اللي مين جيب دليل على كده تعبت ولا إيه تعبت ها إيه يجيب دليل على كده ولو غير كده في أنبياء أمروا بالمعروف ومحدش استجاب لهم. طب وهم كاملين ولا فيهم نقص؟ يبقى صح كده. كم من أنبياء الله الكاملين الملتزمين ومع ذلك لم تؤثر دعوتهم وفي أقرب أقاربهم. كم من أنبياء بيتفرج برضو. كم من أنبياء الله الكاملين الملتزمين لم تؤثر دعوتهم وفي أقرب أقاربهم. فلم يستجب لنداء نوح ابنه ولم يستفد من دعوة الخليل إبراهيم أبوه ولم تقبل قول نبي الله لوط زوجته
صح ولا مش صح؟ ولم ينتفع أبو لهب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو لهب عم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والأنبياء معروف أن هم الكمل من الإيه؟ من البشر، خدت بالك. وكم من أنبياء الله الكاملين دعوا أقوامهم فما آمن معهم إلا قليل، بل منهم من لم يؤمن به أحد، يأتي النبي وليس إيه؟ ليس معه أحد. على العكس بقى، كم من أصحاب الدعوات الفاسدة المخالفين لأقوالهم بأفعالهم نرى لهم أتباعا كثيرين، صح كده؟ كم في المقابل، كم من أصحاب الدعوات الفاسدة المخالفين لأقوالهم بأفعالهم، كم من أصحاب الدعوات الفاسدة المخالفين لأقوالهم بأفعالهم نرى لهم أتباعا كثيرين. زي اللي بيدعو مثلا لحقوق الإنسان، ليهم أنصار ولا ملهمش؟ مع أنهم أكتر ناس تنتهك حقوق الإنسان. يعني شوف أمريكا اللي بتدعو ترفع شعار حقوق الإنسان، بتعمل إيه في أفغانستان، بتعمل إيه في العراق، بتعمل إيه في ليبيا، هتبقى لك وهي بتدعو لحقوق الإنسان وفي أتباع ولا ما فيش؟ يبقى ما تقولش بقى اللي هو مش ملتزم وأمر ونهى ما فيش استجابة، لا في استجابة. مين قالك اللي ما فيش؟ هتبقى لك. وكم من حماة لحقوق العمال والشعوب على حسب زعمهم ولهم أتباع كثيرون رغم كونهم من أكثر الناس هضما لحقوق العمال والشعوب. إذن خلاصة القول، ليس لأحد أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن احتسابه لا يفيد بسبب تقصيره، فلا ربما يفيد المقصر حيث لا يفيد فيه من هو أحسن منه حالا. ديت أربع ردود على الشبهة الخطيرة دي، اللي هو بيقولك أنا ما بأمرش بالمعروف عشان لو أمرت بيه وأنا ما بعملش هأعذب في النار. بس ما حدش يفهم من الكلام إن إحنا بنقول للناس اعملوا منكرات وانهوا عنها واتركوا معروف وامروا، لا، احنا بنقول للناس حتى وان كان عندك تقصير في العمل بالمعروف او تقصير في الايه، في الوقوع في بعض المنكرات، ما تتركش الامر بالمعروف والايه والنهي عن المنكر. ولذلك هذا الحديث رهيب يزلزل القلب. الروايه اللي عندكم ديت في روايه تانية في البخاري فيها عن أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل، يعني يوم الايه، القيامة. عندك في الرواية ايه؟ فيلقى في النار، هنا فيطرح في النار. والإلقاء والطرح يشعرك بالايه، بالشدة، حاجة ترمت كده، فيلقى في النار. هنا الرواية بتاعت البخاري فيطرح في النار. عندك ايه في الرواية اللي عندك؟ فتندلق أقتابه. الرواية اللي معايا بقى، شوف بقى الشدة اللي فيها، فيطحن فيها، فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه. يعني في النار بيطحن. يطحن ايه بقى؟ اللي هي الرواية اللي عندك، الأمعاء بتاعته تطلع بره، خد بالك، ويدور حواليها زي ما الايه، الحمار يدور حوالين الايه، حوالين الرح، زي الساقية، بتلاقي ايه، البقرة او الحمار بيدور حوالين الايه، اهو ده الانسان ده، تندلق اقتاب بطنه ويدور حولها كما يدور الحمار بايه، برحاه. فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به اهل النار. يطيف يعني ايه؟ يطوف، يجتمع حوله. المشاهد عجيبة يا اخي. يعني شوف اهل النار، واحد في النار امعاءه طلعت بره وعمال يطوف حواليها، والناس يجي وهم في النار. سبحان الله، فعلا يعني عذاب النار ده، مشاهد النار عجيبه جدا. يعني واحد هم برضه بيتعذبوا وجايين يشوفوا مالك ويتكلموا، سبحان الله، يا رب سلم. والواحد مننا يا جماعه لما يروح مستشفى ويلاقي واحد عمال يصرخ ويصوت، ايه مالك جعان ده مثلا؟ طب اكلوه يا جماعه، يقول بناكله. طب بلاش ما تاكلوش مثلا اكل تقيل، احنا بناكله اكل مهضوم في الخلاط مضروب، بس هو عنده قرحه في المعده مش عارف كم ملي، فأي أكل يوصل المعدة حتى لو كان لبن، اصحى يا نايم، أي أكل يوصل المعدة حتى لو كان لبن يصرخ ويصوت، ودي قرحة حوالي 2-3 ملي، ما بالك لما الأمعاء كلها تترمى برة، يبقى الألم شكله إيه؟ يبقى ده يخليك فعلا يعني تنتبه لخطورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي احنا هنتكلم عنه بقى في درس الأربع الجاي، عاملين عنوان اسمه مروعات، درس اللي جاي واللي بعده، لأن الأمر فعلا في غاية الخطورة. إن الأمة لما تتخاذل وتتهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر في غاية الخطورة.
والعياذ بالله تعالى يضيع الدين وتضيع الأمانة بسبب ذلك. إذا كان الإنسان زي ما قلت لك القرحة البسيطة ديت أو الألم البسيط اللي في البطن وشوية المغص ممكن ما ينامش طول الليل، فكيف بمن يجر أمعاءه؟ كيف يكون حاله وكيف يكون مقدار الألم والعذاب الذي فيه هذا الإنسان وهذا الشخص؟ نعوذ بالله من ذلك. يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق، تندلق يعني تخرج، تخرج يعني حاجة زي حاجة تكب تشوف، حتى أقول لك إيه أنا دلقت الإيه، تخرج بسرعة يعني الخروج بسرعة، الاندلاق تندلق يعني تخرج بسرعة. أنت حتى عندك لبعض الكتب جايب الاندلاق خروج الشيء من مكانه بسرعة، خروج الشيء من مكانه بسرعة فتندلق أقتابه، أقتابه جمع إيه؟ قطب، قطب لا موجود عندكم تحت في الكتاب، موجودة ولا مش موجودة؟ ها موجودة ها إيه؟ لا قطب بكسر القاف، قطب بكسر القاف، والقطب والأقتاب اللي هي الأمعاء اللي هي المصارين يعني، يبقى قطب معي مفرد إيه؟ أمعاء، بخلاف القتب. احنا قلنا قطب بكسر الايه القاف، ايه الفرق بينها وبين القتب؟ لا ايه ما تعلي صوتك، لا امر المراه ان تاتي زوجها اذا ارادها ولو كانت على قتب ظهر الجمل، ما يوضع على ظهر الجمل، لو كانت على قتب لها تفسيرين، بعض العلماء لو كانت على قطب يعني لو كانت على ظهر الجمل فوق ما يوضع على ظهر الجمل وهي تسير فدعاها الرجل لحاجته تستجيب له وتلبي نداءه لا تؤخره، يبقى من باب أولى لو كانت في البيت مش على ظهر جمل ودعاها تبقى إيه، ده تفسير. التفسير الثاني ولو كانت على قطب، المرأة إذا قربت ولادتها كانت تجلس على القطب ليسهل خروج الطفل، ليسهل ليكون أسلس وأسهل في خروج الطفل، فحتى ولو كانت المرأة في 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 شدة الولادة ودعاها زوجها تعمل إيه؟ تستجيب. شوف النساء عشان ما بيتعلموش الدين بيغلبوا الرجالة في عدم سماع الكلام، في المخالفة، في العصيان، مش كلهم طبعا، لكن هو صلاح الأمة رجالا ونساء، وبرضو الرجالة بيغلبوا الستات برضو، هو صلاحنا في إيه؟ مش في إسقاط النظام. حلو إسقاط النظام جميل، بس فين بقى بقيت الشعب؟ الشعب كله عايز ينصالح. عشان كده يا جماعة نقبل على دروس العلم، النساء ليهم درس هنا في المسجد يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر للنساء فقط، فليه الأخوات ما لقيناش مظاهرة نسائية بتقول عايزين الدور اللي فوق كمان عشان الدور اللي تحت مش مكفي، بس لكل واحدة جاية بطولها، لكن لو كل واحدة بعتت رسائل للأسماء اللي معاها على التليفون كنا لقينا الجامع فوق وتحت ايه، واضطرينا نعمل لهم مكان في الشارع كمان. مين بيتحرك لدينه يا جماعه؟ مين مهتم شايل الهم وشايل القضيه؟ والرجاله برضه يعني المسجد مهوي اهو، ليه؟ عشان كل واحد جاي بطوله. مين بيتحرك لدينه؟ مين مهتم؟ مين عايز الدين مناره يرتفع؟ مين عايز الدين رايته ترتفع؟ اللي عايز يشتغل، اللي عايز يدعي، اللي عايز يهتم. لكن انا جاي لوحدي وخلاص، وانت النهارده ما جيتش عندك ظرف وده عنده ظرف وانا جد الدرس لنفسي بقى، وانت هتقول ما هو مش انا اللي ايه اللي هقصر في الدرس، والتاني هيقول نفس الكلمه زي الملك والايه فاكرين وبتاع العسل، يا عسل انتوا خدتوا بالكم؟ فعايزين الامر يبقى فيه جديه يا جماعه، عايزين ناخذ الامر بجد. ايه ده الفرق بين القطب والايه؟ ما هو ما كتبش والايه والقطب، ماشي كده ولا لا؟ تمنع المراه نفسها من زوجها ولو كانت على ظهر قطب، ولو كانت على ظهر قطب. طب فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه. إيه الرحى؟ الطاحون، الطاحون، الرحى الطاحون أو الطاحونة. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ في رواية ثانية يقولوا له ايه كنت تأمرنا بالمعروف. طب ايه الفرق بين دي ودي؟
الفرق ان هيكونوا اللي بيتكلموا هم اللي كانوا في الدنيا بيأمرهم، يعني هم دول اللي اجتمعوا حواليه، اللي هو في الدنيا امرهم بالايه، بالمعروف ونهاهم عن المنكر، هم نفسهم اللي شافوه في النار. يبقى ده يبين لك ان الاثنين دخلوا النار، اللي كانوا بيعملوا المنكرات واللي ايه اللي كان بيخالف هو كمان بقى معاهم، عشان في واحد نفسه تسول له يقول له خلاص احنا ما نأمرش وخلاص عشان ما نخشش النار، ممكن برضو يخش النار. خدت بالك؟ يبقى المهرب والمفر والمخرج ان انت تأمر وايه وتنفذ وتنهى وايه وتنفذ وتجتنب وتنتهي. هتقول لي ونفسي الضعيفة وكذا، توب واستغفر وحاول تاني اوعى توصل لليأس، خليك دايما توابا رجعا الله سبحانه وتعالى. فيجتمع عليه أهل النار. نقول الظاهر أنهم من كانوا يسمعون، الظاهر أنهم من كانوا يسمعون، والظاهر أنهم دخلوا النار أيضا، حتى لا يحتج أحد بشدة العقاب على ترك الأمر والنهي، حتى لا يحتج أحد بشدة العقاب على ترك الأمر والنهي. إذن ليس المخرج أن نسكت كي لا نعاقب، وإنما المخرج أن نجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونجتهد أيضا في العمل بالمعروف وترك المنكر. بذلك نكون قد أزلنا هذه الشبهة الخطيرة التي ربما احتج بها البعض على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويعني ذكرنا شيئا من فوائد هذا الحديث المبارك، وفي الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله. ولكن أنا كنت أريد أن أذكر لكم حوالي 10 أسباب كما ذكرت في الدرس الماضي تحت عنوان لماذا لا نطبق ما تعلمناه، فلعلها إن شاء الله في الأسبوع القادم نذكرها إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.